السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستعرض لكم شقة 3 غرف وصالة بمساحة 160 متر مربع في منطقة حيوية جدا في الداون تاون تبع طرابزون. المنطقة هذه اسمها منطقة بوستيفا. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل حلوة والإطلالات الجميلة في هذه المنطقة وفي الشقة. احنا الآن في منطقة بوستيفا. جينا نصور شقة 3 غرف صالة بمساحة 160 متر مربع. الحاجة المميزة كمان انه الغاز الطبيعي واصل للمنطقة زي ما انتم شايفين. عدادات الغاز الطبيعي راكبة وجاهزة. مدخل الشقة زي ما انتم شايفين من هنا. شقة 3 غرف صالة بمساحة 160 متر مربع. اول ما ندخل عندنا الكوريدور اللي هو الممرات. ويسارنا المطبخ. دواليب المطبخ راكبة وجاهزة زي ما انتم شايفين. دواليب فاخرة خشب. وفي مخرج للبلكونة. البلكونة هذه كبيرة زي ما انتم شايفين. مساحة البلكونة جيدة وكبيرة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. اطلالة البلكونة شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. اطلالة بحر طبيعة. منطقة بوستيفا منطقة مخدومة بكل الخدمات زي ما انتم شايفين. المواصلات واصل لباب البناية. بالإضافة إلى عندنا سوبر ماركت زي ما انتم شايفين. سوبر ماركت موجود هنا. بالإضافة إلى الجامع مقابلنا. والمسافة بين الموقع والميدان تقريبا 5 دقائق، مو بعيد. والشيء المميز كمان انه المنطقة هذه راح يكون خط رئيسي عام. فتحات النفق زي ما انتم شايفين باينة من هنا. هذا النفق راح يكون خط رئيسي من هنا. الخط الرئيسي راح يتمد الى منطقة يمرة. فالإطلالة هذه مضمونة انه ما راح تقفل. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ نتوجه الى الصالة زي ما انتم شايفين. مساحة الصالة كبيرة وشرحة زي ما انتم شايفين. بالاضافة الى ديكورات سقفية. وعندنا 3 واجهات. عندنا واجهة من اليمين على الطبيعة. وعندنا الواجهة الامامية زي ما انتم شايفين. الواجهة الأمامية على البحر. هذه واجهة الطبيعة. نطلع من الصالة نكمل تفاصيل باقي الشقة. بجوار الصالة عندنا الغرفة الأولى. هذه الغرفة لها بلكونة صغيرة. اطلالتها على الطبيعة. بجوار الغرفة هذه عندنا على اليمين هنا دورة مياه أولى عند الكرامة. بجوار الغرفة الثانية مساحة الغرف نقدر نقول عليها متوسطة، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة. الغرفة الثانية كمان لها بلكونة. البلكونة هذه بلكونة طويلة وحلوة وإطلالتها من الخلف على الطبيعة. إطلالة حلوة ورائعة. الناس اللي يرغبون الطبيعة الخلابة
هذه الشقق مناسبة لهم. نيجي أخيرا، قبل أخيرا، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، وأخيرا هنا غرفة النوم الرئيسية. مساحتها جيدة، وإطلالتها على الطبيعة. إطلالة خيالية على الطبيعة، ومن الأمام على البحر. ميزة منطقة بوستفا أنها منطقة، نقدر نقول منطقة حيوية، بالإضافة إلى أنها منطقة مركزية بين مناطق طرابزون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.